أيمن شوقي مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، سليل عائلة كروية، بدأ مشواره مع عالم الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي الكروم تحت 19 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عن طريق خاله ومدربه عادل أحمد مدرب الفريق السكندري وقتها، ليصبح أصغر لاعب حصل على لقب هداف الدوري المصري في موسم 83-84، حيث كان عمره 21 عاما وخمسة أشهر. أيمن شوقي خريج كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، من مواليد 9 من ديسمبر عام 1962 في الإسكندرية، انتقل لصفوف النادي الأهلي في موسم 84-85، واستمر في صفوف الأهلي طوال 11 موسما حتى نهاية موسم 94-95، حقق خلالها 19 بطولة، الدوري العام 6 مرات، كأس مصر 5 مرات، كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري مرة واحدة، كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، الكأس الأفرو أسيوية مرة واحدة، كأس الكؤوس العربية مرة واحدة، كأس التحدي بدبي مرة واحدة. حقق أيمن شوقي العديد من الإنجازات والأرقام الخاصة بقميص النادي الأهلي لم يسبقه إليه إلا المايسترو صالح سليم، حيث استطاع أن يهز شباك الزمالك مرتين في مباراة واحدة في بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر موسم 87 وموسم 92. وطاهر وبيشوط كورة حلوة وضاع جول، جول مش ممكن مش ممكن. أيمن شوقي سجل للأهلي 57 هدفا، منها 33 في الدوري و7 في كأس مصر و15 في بطولة إفريقيا وهدف في الكأس العربية ومثله في كأس التحدي. ولا تنسى جماهير النادي الأهلي هدفه الشهير في مرمى الهلال السوداني في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1987. وتلعب تاني طاهر أبو زيد وبيحطها أيمن شوقي، أيمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقة قبل الأخير. أيمن شوقي رغم إصاباته المتكررة إلا أنه كان دائما ما يكون ضمن اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخب مصر، حيث شارك في 24 مباراة وسجل 4 أهداف مع الفراعنة، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي دافع عن ألوان علم مصر في نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 90 بعد غياب دام 56 عاما عن المحفل العالمي. مهاجم الأهلي والمنتخب السابق غادر إلى الولايات المتحدة عقب اعتزاله الكرة قبل العودة من جديد ليطل على عشاقه ومحبيه عبر شاشة قناة النادي الأهلي.